محلل الأسواق عالمية في إكويتي جروب، تنضم إلينا من عمان. أسعد الله مسائك بكل الخير لينا. كيف نفسر ما يحدث اليوم في الأسواق العالمية، هذه الموجة من التراجعات التي نشهدها على أسواق الأسهم الأوروبية، شهدناها في آسيا وحتى العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية؟ أهلا بك مي. بالفعل المؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم تراجعت، هانغ سانغ تراجعت بأكثر من 3%، والسبب الذي ذكرتيه هو ثاني أكبر شركات التطوير العقاري إيفرغراند، التي يعني مخاوف من تعثر وسداد الديون، وعند مهلة فقط لسداد ديونها 30 يوما تقريبا. يعني نحن لديها كوبونات استحقاق في 23 من سبتمبر وأيضا في 29 من سبتمبر، المبلغ ديون تقريبا 300 مليار دولار، فهذا يضغط بالتالي على الأسواق الآسيوية والتراجعات التي نشهدها. وأيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعت، مؤشر داون جونز نحن فقدنا تقريبا 1200 نقطة خلال الشهر. هناك عوامل كثيرة تؤثر، والمخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي العالمي، رغم أنه مبيعات التجزئة الولايات المتحدة الأمريكية جاءت إيجابية، لكن مثلا إذا نظرنا إلى مبيعات التجزئة في الصين تراجعت من 8.5% إلى 2.5%، هناك انكماش في مبيعات التجزئة. أيضا صناعات التحويلية في اليابان تراجعات، فقدان الوظائف في أستراليا تقريبا ب 146 ألف وظيفة، هناك يعني تباين في البيانات الاقتصادية أو اختلاف في البيانات الاقتصادية، فهذا يعني مخاوف من أن هناك تعثر. أيضا لا ننسى أيضا توقعات بتقليص البنوك المركزية، نحن شهدنا عدد من البنوك المركزية بدأت بسياسة تقليص برنامج شراء السندات مثل البنك كندا، البنك المركزي الأسترالي، وأيضا نحن نترقب يوم الأربعاء وبنك كندا أيضا والبنك أيضا نترقب يوم الأربعاء الحدث الأبرز والهام، هو طبعا الفدرالي الأمريكي، هل سيقوم بالفعل بتقليص برنامج شراء الأصول؟ هناك يعني يبدو أنه لا يوجد شهية لأخذ المخاطر والدولار بهذه الفترة، يعني يتألق هناك كسر مستويات 35 نحو نقطة. المخاطرة لينا الواضح بأن الذهب لا يستفيد منها، يعني لا نزال نتداول دون ال 1800 دولار. نعم بالفعل أسعار الذهب واجهت ضغوطات كبيرة بسبب تقليص برنامج شراء السندات من عدد من البنوك التي بدأ فيها التي ذكرتها قبل قليل، وأيضا الآن المخاوف من أن يكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول يوم الأربعاء، فبالتالي ينظر إلى يعني عندما شاهدنا الذهب عندما بدأ يعني شهدنا وقت ارتفعت أسعار التضخم إلى 5.4%، وأيضا التضخم في أوروبا أيضا وبريطانيا ارتفع بأكثر من 3%، لم نشهد أن الذهب يتجاوب مع ارتفاعات التضخم، فيعني أن الذهب يتجاوب مع ارتفاعات أو توقعات التضخم المستقبلية. التضخم بما أنه منخفض من 5.4% إلى 5.13%، هناك توقعات أنه يكون في تقليص لبرنامج شراء الأصول، هذا عم يشوف أنه ضغوطات لأسعار الذهب. ولا ننسى أن الدولار الأمريكي عم يرتفع، هناك تألق للدولار الأمريكي، ارتفاع تقريبا ب 0.17%، نتحدث عن مستويات فوق 93 دولار. عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم ترتفع إلى 1.38، فكل هذه الأمور يعني هناك داعمة عفوا تضغط على أسعار الذهب على المدى القصير. سنشهد تذبذبات في هذه الفترة، لكن ربما على المدى المتوسط والطويل وتوقعات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة يعطي نوعا ما، لأني يعني يعطي نوعا ما أنه سياسة البنوك المركزية سوف تستمر بالتحفيز، لأن يعني هذه لأن هناك لا زالت ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما زال أن البيانات الاقتصادية ليس جميعها إيجابية، فالتوقعات على المدى المتوسط والطويل أنه نجد ارتفاعات لأسعار الذهب، لكن على المدى القصير سوف نشاهد انخفاضات وتذبذب لحين صدور قرار الفدرالي الأمريكي.
ايضا يعني هناك مشكله انه عدم التوجه ايضا للاسهم بسبب ايضا رفع ضريبه الشركات، هي ايضا سبب من الاسباب التي تضغط على اسواق الاسهم، وايضا مخاوف الحاجه ايضا لرفع سقف الدين الامريكي، المخاوف انه الولايات المتحده الامريكيه تتجه الى الركود، فهذا يجعل انه هناك ضغط على اسواق الاسهم الامريكيه والتوجه الى العمله النقديه الاولى والنقد، وبالتالي اسعار الذهب واسعار السلع تتاثر بتراجع الدولار الامريكي. يعني بالفعل لينا جانيت يالين كانت قد حذرت من كارثه اقتصاديه اذا لم يتم رفع سقف الدين، وبالتالي يعني ربما هو هذا ملف اخر يضغط اليوم على الاسواق الامريكيه. بالنسبه للدولار الامريكي الواضح بانه لدينا مكاسب من بدايه الجلسه الاسيويه اليوم على الدولار امام سله من العملات، هل هو لجوء للدولار كملاذ امن او انه تسعير لحديث الفيدرالي عن نبره اكثر تشددا تجاه السياسه النقديه؟ القلق حاليا في الاسواق الماليه هو انه عدم التوجه الى اسواق الاسهم بسبب المخاوف التي ذكرناها، عدم اخذ الشهيه المخاطره، ايضا انخفاض في اسعار السلع يؤدي التوجه الى العمله النقديه الاولى وهي الدولار الامريكي، ايضا التوقعات بتقليص برنامج شراء الاصول في قرار المنتظر يوم الاربعاء، هذه التوقعات تجعل من الدولار هناك ارتفاعات، ايضا يظهر انه عوائد سندات الخزانه الامريكيه يعني من خلال هذه الارتفاعات العام نشاهد هناك تسعير بان يقوم بالفعل الفدرالي الامريكي بتقليص برنامج شراء الاصول، فبالتالي يعني فعدم اهمال توقعات الفدرالي الامريكي بان يقوم بالتقليص فهذا داعم للدولار الامريكي، نحن عند مستويات لو تجاوزنا 93.50 فهذا ربما يضعنا على المدى القصير أن نستمر في الارتفاعات، لكن على المدى المتوسط والطويل يعني ربما يعني سوف ننتظر توقعات قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة التي سوف تلعب الدور الرئيسي في تحركات أسعار الدولار الأمريكي، لكن كسر مستويات 93.50 صعودا سيرجح المزيد من الارتفاعات في الدولار الأمريكي. شكرا جزيلا لك لينا قنوع محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب.